من طرف العالم كله. نحن شو بدنا الزعمة؟ هالكلاب هالعايشين مبسوطين مقصورهم ببيوتهم، نحن اللي عم نموت، نحن اللي عم نفلفل، نحن اللي عم ننهر. لا بعدنا صامدين شوي صغيرة لأن عم نشغل ست شغلات وسبع شغلات. نحن عم نبلش من 8 الصبح على 8 الصبح، نحن عم نوصل لمرحلة على البيت، لا عم نعرف نقدم على نسواننا، ولا عم نعرف نحكي ولادنا، ولا عم نعرف نتعامل مع الناس بطريقة من ورا شو، عم نشغل ثلاث أربع شغلات. بنظرك أنت ونظر على شو عم بقوله، يعني ماشي حلو، ماشي حلو أنا عم بشغل 100 شغلة، حقوقي كشخص كحيوان أنا، كيف بدي أستمر بهيدي الحياة؟ خلص الكلام. صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. نحن معكم مباشرة من أمام بلدية صيدا، حينفذ يعني ينفذ هنا الموظفون والعاملون وشرطة البلدية، وأيضا هناك فوج إطفاء بلدية صيدا اعتصاما أمام مركز البلدية. طبعا يعني لما وصلت إليه الأمور من أوضاع اقتصادية صعبة يتكبدها هؤلاء الموظفون. أوينا عم نقعد لنا 11 سنة، لون بعد سنتين لك ليش هذا استشار مع العامل وهذا ملطق ومع الشرطة ما تعرف ما حدا مرسو إلا هالشرطة وهالأطفاء جوا هالعامل الملتقين مش فينا معنا خي عجيم ولا ما كتبهم فا إني عم التبيجي بس أنا مش عم التقيت أنا ميت جمعة على عم تطلع فيه أنا إذا بدي أروح حاكم ابني متعدين حكمه لأنه ما معي سيولة حكمه يعني بدي موتون أكثر من لهلا نحن متقابل أنا إذا كان متقابل معك عملية لمرض بدي أعمل لها عملية العالم عم تموت على المستشفى ما بتقدر تدفع عملت لها هي بالعيادة عملية مع السكري عملت لها هي بالعيادة دفعت 4 مليون مين طلع فينا معيش حطيته للعملية لمرتي إذا تفوت على المستشفى ما بتقدر تفوت أنا بدي أعمل عملية لعيني ميت الزرقة مش قدران فوت أعملها لا ما في لا في ضمان ولا في شيء شو بدنا نعمل قولوا لنا وين بدنا ناكل عندنا أجار بيت عندنا أجار كهرباء أجار مي وين قول لي اشتراك وين بدك تجيب وقول له معيشنا 700 مليون شو بدي اعمله لك اجار بيتك بالدولار بكل شيء بالدولار حتى الاشتراك صار بقول لك بدي دولار قولوا لنا شو نعمل يلا احمد يعني احنا جديد اليوم عم نشوفكم انتم اول مره نشوفكم نعم بس اشرح لنا هيك شو انضميتوا ولا انتم اصلا متضررين من الصغير لا اكيد ان احنا مع الشباب نفس الشيء بس احنا اكيد بنعتصم معهم بس ما فينا نوقف شغل لانه نحن بالنهايه عندنا حالات انسانيه بات لا سمح الله ولا محل ولع وجبنا نحن نعمله بس نحن اللي عم يطالبوه الشباب نحن هو بذاته بدنا اياه يعني نحن بدنا توطين المعاشات نحن ساعه بقولوا لنا قطاع عام ساعه بقولوا لنا مستخدمين يعني نحن نتمنى يحطوا لنا خلص قطاع عام زينا زي المعلمات زي الدرخ زي الجيش نقبض على صيرفي يعني هنا نحن بدنا شويه ضغط سياسي على البروجي لحتى نحن نقبض زيهم نحن عم نقبض 7 مليون فسبعة مليون زي ما قالوا الشباب ما بيعملوا شيء يعني شغله بالنسبه للحكمي نحن اطفائيين تطلع تعاونيه للمصفين انا مرتي ولدت دفعت 250 دولار قال لي قلت له والضمان قال لي بالله وشرب ميتها علني قال لي هي قال لي ما بيطلع لك شيء فنحن وخاصه كاطفائيين يعني حياتنا بخطر بدنا الصحه اهم شيء وبدنا توطين المعاشات للشباب لتفرق وان شاء الله الدوله بتأملنا بعد شوي تحسننا المعاشات هذا كثير اشياء مهمه عرفتوا كيف شتى عم تتعب وعم تتخفى بنان وعم تضحك علينا شتى بلها يعني فازن هذا تحرك كما ذكرنا امام بلديات صيدا ايضا حنحكي يعطيك حبيبي الله يعافيك يا هلا اليوم طبعا يعني هذا الوقت هذا الاعتصام هو تقريبا الثالث بغضون اسبوعين صح اليوم هل صار في حل مطرح معين هل في شيء صار احنا بالنسبه لنا لسه ما صار عندنا شيء وتواصلنا مع كم عضو من المجلس البلدي ما لقينا ولا نتيجه ولا حل حتى ما ردوا علينا يعني بالعربي الفصيح ما ردوا علينا تواصلنا معهم على اساس انه ينعمل اجتماع يشوفوا المطالب وهذا ما صار شيء ونحن يعني كمان بنرجع بعيد مثل ما قالوا زملائي يعني نحن بلد للاسف عم تدفع الكهرباء مرتين عم تدفع الاشتراك مرتين يعني كهرباء واشتراك ومي مثلا تاعت الدوله ما عم تجي عم تضطر تشتري مي وكله بالدولار يعني قصة المي كان من سنتين 300,000 سنة 22 صارت 800,000 هيدي السنة 3 مليون 600,000 هي 2023 وانتو بعده معيشك مثل ما هو
الكهرباء كمان هلا عم بقول لك صرنا بقى عم نجيب لك الكهرباء على اساس شو؟ على اساس انه كله بالدولار، على دولار صيرفي. يعني انت مثلا اللي كنت تدفعه الكهرباء كنت تدفعها مثلا تطلع كلها سوا 25 او 30 الف، هلا هلا شي بدك تعمل حسابك بالمليونين 50 الف تطلع 50 100 الف. هلا بدك تحكي 3 مليون هلا فاتوره. يعني انت معيشك كله عم بيروح بين كهرباء وبين مي بين اشتراك بيت خدمات. يعني انت انت كيف تاكل وتشرب؟ انا بطلب شيء، انا اعطيني دولار خيي 100% اعطيني على صيرفه. يعني نحن مثلا في بنوقي بعدهم لهلا يعني عم يستحوا عم يعطوك، بس في بنوقي مثلا في شباب عندنا صار لهم 3 اشهر مش قابضين. والله يا عنا ما قبضنا ما عم تقبضوا صيرفه انتم يا خيي. انا اليوم انت عايش بالبلد، يمكن هني عايشين بكوكب تاني من رئيس البلديه ونزول للنواب والوزراء ورئيس الجمهوريه اذا في رئيس جمهوريه ولا بيطلع رئيس جمهوريه. انا اليوم بطلبني باجار بيت بالدولار، متير بالدولار، مدارس يا خي مدارس، انا موظف خي لازم اكون مدارسي ببلاش، مدارس بالدولار. طب انا منين بدي اجيب دولار خيي؟ سوبر ماركت دولار. انا منين بدي اجيب دولار؟ سوبر ماركت. هلا اذا بدي اجيب انا كيس رز كيس سكر بالدولار. طب يا خي مشي لي وضعي بالدولار لحتى اقدر انا استمر. انت عم تعطيني 7 مليون شو بيعملوا لي؟ اقل من 100 دولار. طب انا كيف بدي اعيش؟ انت عم تقول لي موت. طب انت لما بدك تقول لي موت قص اختك اخو شهر موت. طب انت ومية يوميه بدي موتك معي ساعتها، هم يموتوا بدي موتك معي. يعني انتوا بتاخذونا على محلات نحن ما بدنا، هي نحن اولاد عالم بس بعد شوي يعني بصير شيء برات الطريق. خبرونا شو بصير معكم بالمصارف ايضا؟ بالمصارف يا اخي ما حدا ما قبضنا شيء، انا الي شهرين مش قابض معي شيء. تحكي مع رئيس البلدية بقول لك رئيس البلدية انا حكيت مع مصرف لبنان نحن عم نغطي. تحكي مصرف لبنان بقول لك، بتحكي البنك بقول لك ما عم نغطي. يعني ما عم تاخذوا صيرفة؟ لا صيرفة ولا حتى معيتنا لك معيتنا حتى معيتنا ما عم نقبضوا، الي شهرين مش قابض معي شيء. تحكي الادارة هم بتقول لك الرئيس حكى لك، يعني انا بدي اروح اتجين لا تعم ولادي بس بدي افهم، اذا بدنا هنا نصه بنصه، بدنا هنا نعمل جرائم بنعمل، شو بدنا نحن معهم؟ بس ولو يخدمون للعمال، ما كنا بالهوا سوا، انا عندي عمل عمليه، رحنا لمينا له رمل عملنا له عمليه لميه الزرعه، هذا مركز البلديه عامل، ما في يتحكم على حساب البلديه لما في يتحكم، لا بده يروح يتبادل بالمستشفيات، لمينا له مصاري انا عامل عمليه. بعدين خينا في شغله حبيبي صرنا بنخاف بعد اذنك، صرنا بنخاف يفوت نسواننا او اولادنا على المستشفى مش عم يطلعش علينا بالدولار. مستشفى وواحد عم يستقبلها، واحد عم يستقبلنا. انا واحد من الناس دافع 3800 دولار من شهر 12 لهلا، وبعد عنده عمليه قلت له ما حسوي لك ايه لانه ما عادش حدا يديني، بتعاملوا معنا بالدولار. صاروا انا عملت عمليه لمرتي بثلاث ايام اربع ايام، بدها عملية وقال له حاجة مضطر تعمل عملية ومع السلطرة. الواحد عملت لها ايه بالعياد مش قدران اعمل لها ايه بالمستشفى، دفعت معيشي لاعمل لها العملية. ودوية ما قدران جيبه، انا دوية مع السكر مش قدران جيبه. عيني مع مية الزرة بدها عملية مش قدران اعملها. وين بدنا نعيش بمعيشنا هذا؟ وين بدنا ناكل شو؟ عندي اجار بيت، وعندي الاشتراك، وعندي المي، وعندي الكهرباء، الكهرباء عم نتبع مرتين، وين بدنا نجيب؟ قول لي نحن نتمنى على وين زعماء البلد؟ بقولوا نحن زعماء بلد وينهم؟ نتمنى تحركوا. نتمنى وزير الداخليه والبلديات بس يبعث ورقه انه نحن موظفين قطاع عام، لان نحن بس اليوم برضه القطاع العام عم ياخذ مستحقاته وقاعد ومقدرين. يا نحن ما عندنا توطين، ما عندنا توطين. نحن اذا بدك توطن بزعبك البنك، اذا بدك تعمل صيرفه بزعبك. انا عندي حساب بالبنك، رحت لحتى اعمل صيرفه قال لي ممنوع، انت ما لك، انت مستخدم. هيدي مشكله. بتمنى نحن وزير الداخليه انه هيدي الشغله بس يبعث لنا ورقه نحن قطاع عام لحتى البنوك يتقبلونا. انا بدي اسالك سؤال قبل ما تجاوبني. تفضل. قطاع عم طالبوا حقه قطاع عام، اليوم قطاع عام عم يطالب بدولارة اليوم، انتم مش افضلكم او مش لازم تكون عم تواجهوا مطالبكم سوا دولارة المعاشات لكم؟ نحن انت سالت سؤال هلا حلو انه انتم مش قطاع، نحن قالوا بتكونوا مثل القطاع العام. لا ما نحن قطاع عام بس نحن انا بقول لك انا البلديات الحلقه الاضعف اليوم المصارف او مصرف لبنان او البنوقي ما فيها تفوت بمشاكل مع الجيش مع قوى امن الداخلي مع موظفين السراي. لا نحن لاننا عدد قليل، نحن عدد قليل، عرفت كيف؟ نحن موظفين قطاع عام، نحن تابعين لوزاره الداخليه، نحن موظفين من قبل مجلس الخدمه المدنيه. يعني انت ما فيك اليوم تتعاطى معي كالمصارف او مصرف لبنان كأنا خارج عن الدولة. انا موظف دولي، موظف مجلس خدمة مدنية،
عرفت كيف؟ ليش هيك عم بيعاملوا البلديات؟ مش بس بلدية صيدا، كل البلديات، كل البلديات نفس الشيء. منطالب وزير الداخلية يبعث كتاب لمصرف لبنان يعمم على المصارف هذا الموضوع. انت قلت لي انه مش جميع القطاعات العامه عم تقبض، كله عم يقبض دولار على الصيرفه، كل القطاعات العامه عم يقبضوا دولار. انا معك كله عم يقبض صيرفه، بس السؤال اليوم هل ال 160 دولار بتقبضوا على الصيرفه بكفوك كم مرة؟ يا خيي مش قصه يكفوني ولا غير يكفوني، انا اليوم بقبضهم على 45 و500، لما بروح بصرفهم برا على 80,000 شو بيعملوا معي؟ دوبل معي. يعني بدل ما انا اكون تحت الدلفه تحت، بصير تحت المزراب، يعني اضبط شوي. شكرا لكم. بس شغلة صغيرة، هيدي نكتة بدنا نحكيها. نحن صرنا 20 سنة بالبلدية تقريبا، نحن بلدية صيدا عم بحكي بالتحديد أنا، نحن إذا بدنا نجمع مصاري فينا نجمع مصاري، كل شرطة فينا بصير بيطلع له زيادة على معيش، أو كل موظف يمكن ضرب 3 إذا مش ضرب 10، تعرف كيف؟ نحن في عنا ناس هون بصيدا وكل الناس بتعرفهم متعدين على الممتلكات العامة، بس اذا بيعملوا خطه بس شو فرض عليهم ضريبه جزائيه، ضريبه جزائيه. تعال شو يا حبيب قلبي، بصير انا يمكن اغلى من احسن واحد قاعد باحسن مكتب وموجودين وبالاسامي وبالكذا، ولا هون على عينك يا تاجر معروفين كلهم يا اخي بزلمه، بس اعملوا هيدي الخطه. بس انت من خط البحر لصيدا لجوا ل يعني كلنا شغل. نحن نفذنا هالاعتصام من 15 يوم لحتى المجلس البلدي الكريم اللي عندنا لحد يتطلع فينا. شو بيرد علينا المجلس البلدي بعدم التكليف؟ يخصم لنا من معاشاتنا، يخصم لنا من معاشاتنا كل واحد مليون تقريبا. ايضا انه نحن ايدك اللي بتوجع مثل لولي دراع يعني تقريبا. يعني انت بطلت شغل انا بعورك بمحل تاني. انا بدي اشكركم هذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، سمعنا الى صرخه العمال والموظفون وشرطه بلديه وايضا اطفاء فوج اطفاء بلديه صيدا والمعاناه التي عم يعانوها لا سيما يعني في ظل الاوضاع الاقتصاديه. كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زكي يوسف فواز، صوت بيروت انترناشونال.